نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الوسطاني الجديدة التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. قبل ما بننزل القرية بنراجع مركز المعلومات وبنراجع آخر قافلة تمت في القرية عشان نشوف إيه الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان وإيه العيادات اللي هنوفرها من وزارة الصحة، إيه التخصصات المختلفة اللي هتكون معانا، إيه أكتر أدوية ومستلزمات اتصرفت في آخر قافلة تمت في القرية فبالتالي نوفرها بشكل كبير. كشفت عظام والدكتور قال لي كتب لي على تحليل ورحت حللت مجاني، وكشفت بطنه وكتبت العلاج برضه مجاني وراح اصرف اهوت، وربنا يبارك فيكم حاجه حلوه والله.